اسماعيل حمدان بنت سنة 1224 محل ما الضيعة كلها كانت تشرب. كنتوا عارفين امام حمزان من شمسطار؟ هيدا بيته. هن مهدمين وصلوا كتير زمان، بس هيدا مطحنة الضيعة اللي كانت كل الضيعة تعمل خبزاتها هون. بتبلش قصتنا بقهوة. أهلا وسهلا، خبرنا عنك وعن الفرن. هذا تنورنا اسمه تنور البركة وصار له 10 سنين وعندنا خبزة طيبة ولقمة طيبة ونحن بنشتغل بإيدنا، أنا بعجم بإيدي. هي أنتوني، هيدي منقوشة مميزة بسميها أنا السلطان إبراهيم. هاي المنقوشة بقلبها زعتر، ونحن الزعتر حلبي عندنا، زعتر كتير طيب ومميزة. واو. فلذلك الأمر تبعنا هيدي الطريقة ومنشهرنا فيها. غير أنه عجينة كتير رقيقة، فيها قرشة كتير لذيذة، ما فيها طعمة سكر أبداً، فيها ريحة حلوة كتير، والزعتر فيه هيك قرصة حرب الآخر كتير مهضومة. بالضبط. إلها مسكة؟ هاي إلها مسكة، أيوه. شوي بطيدك فوت بالنص وبضرب على الطرف. على عيدك. هاي الحميوة بحسوها كل النهار؟ والله هاي متشارك ما حدا منهم بيكون ناصح. ايه. مرحبا. مرحبا. حضرت الوالدة. نحن تعلمنا المصلحة من هي. طبعا ما كانت عندي محل، بس كانت تخبز للبيت، تخبز للعائلة بالبيت. وطعم الضيوف والاجواد. لا انت كثير طيبه. وتعلمنا هالشغله منها، وعلى الاساس احنا استمرينا. يلا صوره انا وياك. يلا قوم نمشي. اهلا وسهلا، شرفت. ميرسي. ميرسي. باي. هاي لينا. تخبركم خبريه مثل ما هي، دقت لي من دبي قالت لي عبالي فرجيك ضيعتي، جينا ساعتين من بيروت عم نشوف الضيعة. أيوة. وبين قديش بتحبيها. بالقلب، انا بالغربة بس مصطر بالقلب. وقفت روقت. أيوة. وهلا تاني وقفة. عجبوك المنقين؟ كتير طيبين. تعا هون على الحطب. على الحطب. يعني عند الحجي الصباح. مرحبا، كيفكم ستات؟ اوف يا ابني، رجعين. اوها انتو عزيز ونجيين من بلاد عزيز. اوها اغلى من البن، اغلى من طيور البيز. اوها اغلى من المال لو كان صاحبه معتز. اوها يا ميت هلا طلوا من الجرديني. اوها سمر اللحاوين بارش مين الخيلي. اوها يا ميت هلا لو كانوا هالشباب معاهون. اوها هني وامرا ومرافقهون عبديني. انا عطول بعجن هاي العجينه هان، وهذا طحين القمح، وهذا طحين البلدي الكسيان. بعجن على العجينه وبقوم الصبح انت مانك شايف، وبقرب الصوت وبيجي بخبز خابز ساج على الحطب. الحطبات موجودين بهالاوضه المسكره، هب كتير ودخنه، بس الضحكه على وجهك، واكيد لقمتك كتير طيبه ومقصوده من كل الضيعه. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا فيكم، بتشرفوا على بيتكم وعمالتكم شمسطار، بترحب فيكم اي ساعه. رح نضل نتروق وناطرينك برا. بيقعدوا جوا كل النهار. المنقوشة يلي انعملت على الحطب، اللبنة، المقتة، كل هالمقيش والناس الطيبين. قرشة المقتية بنضرها من سنة لسنة. هلا بنلزق على الصح. واللبنة وزيت زيتون. في أحلى من جمعة الضيعة بلبنان. خليكم كلكم بصحتكم. ميرسي على الاستقبال. أهلا وسهلا.
القعدة معكم بتطول العمر. هيدي ضيعتك وهيدي بيوتك هون كلها بيوت. مرسي على كل شيء. ما بنشبع منكم بس خلينا نكفي البارمة. بيروت بيعطوك شوكولا بتشتري بالسوبر ماركت، بالضيعة بتاخد عنب. مشوار شمسطار بكفي. هاي شو؟ هذا بيت العريس، بس يروحوا يجيبوا العروس لهون. العروس اسمها خميرة، هاي بتلزق الخميرة هون، هذا الفقل يلي عندها، يعني الخير بهاي. وإذا بقيت هيدجة يعني رح يتوفى. كل مكان التوفيق أكثر. ايه عقبال شو عندك انت؟ ثلاث اولاد، مش في احلى من عوايد الضيعه؟ فرقة هيكل بعلبك؟ ما يكونوا عاملين لنا سيربريز الشباب. مصور 120 حلقة، بعد ولا مرة صار فيه هيك استقبال، يعني ما في كلمات توصف شو حسيت. هذا الشيء بيسعدنا، وهيدي طبيعة الضيعة، وأي بيت فيه تفوت فيه على الضيعة رح يستقبلوك مثل ما شفت كل البيوت اللي مرقت فيها. ضيعتنا اسمها شمسطار، هي كلمة سريانية أصلها شمس طور. طور معناتها بالسرياني الجبل، والشمس هي الشمس. فكان هي اسمها جبل الشمس. تبعد عن بيروت بحدود 75 كيلومتر، ارتفاع بحدود 1200 متر. هون عندنا 1100 متر، فيها 96 عائلة. بكوية ما كانش فيها بشمسطار، كان كل شيء وين مقصده زحلي، تروح على زحلي. كان في بوصلة تمرق الصبح تاخدهم وتردهم عشية. اليوم صفت شمسطار، هي سنتر تجاري للمنطقة كلها. أي شيء بيخطر ببالك، أي منتوج بيخطر ببالك بتلاقيه بشمسطار. قديش بدنا على زحلة؟ بدك تلت ساعة. وعلى بعلبك؟ تقريبا نفس المسافة، تقريبا، يعني هي خط الوسط، بس نحن بالغربي، بعلبك بتصفي بالشمال الشرق. طالما حكيت عن هالمدينة اللي كتير كبيرة وموسعة هالقد، في شي نقطة كتير عالية تخدني عليها تنشوفها كلها سوا؟ تشرف. دقيقة القهوة. يلا يلا. مرحبا. تايس كيفك؟ كيف حالك؟ أنطوني الحيل، رئيس بلديتنا الأستاذ سهيل شبلي. شمسطار تعتبر عاصمة غربي بعلبك من الناحية السياسية والاقتصادية والإدارية. وكانت شمسطار إلى أهمية عن غيرها من قرى البقاع، إنه هي كانت تابعة لمتصرفية جبل لبنان، مش أرض ولاية.
كانت منفذ لجبل لبنان على سهل البقاع. نعشق كمبيوتر وكتب لكل الشباب تبع الضيعة. أي واحد الدورات شمسطار في الذاكرة. العبد والإحسان الخيرية نهتم بالأيتام والفقراء والمساكين. نحن جدنا فكرة نعمل مشغل لإنتاج المونة البيتية، نشغل فيه الفقراء، بعض الفقراء وبعض الأيتام، نشغل فيه الشباب والصبايا، نجدهم فرص عمل. والمشغل بينتج مونة بيتية منا البندورة، البيتنجان، المربيات، المخللات، الكبايه، نطحن كاشف. هذا حليب وراوي. خلي شوي الضوء مع الدبس. لبن ودبس؟ ايه تفضل قرب. هذا دبس شو؟ دبس عنب. دبس عنب. اه هلا بدنا الضوء حامض. خفيف كثير. كثير خفيف، منه مجمد على بعضه. سكره كثير خفيف. حتى إذا بده ينفتح بده ينحط بالبران، لأنه ما محطوط له مواد حافظة. شوف كيف فقع؟ فقع لأنه مسكوب على سخن ومنقل بدقيقة وبنرجع نجلس. هلأ عنا المخللات والبندورة. إذا بتحب الضوء أو بتحب النار. كتير طيبين. وتأخذ لقمة تأتذكرك مزبوط، رح نرجع نحط لبن ودابس مع نقطة فراز. انا عم بعلمك شيء هلا. ايه. مرسي على وقتك حبيبي. اهلا وسهلا فيك. مشوار بكف. وبالبارمة دلونا على اقدم بيت بشمسطار، بعده خشب ومصبوب صب. وهي الاوضه شو؟ واو هاي هاي. بقول لك هلا شيء كنت انا بخجل لانه نعملني عباتك. كنا نحط فيها البقرات والعجول. بعدها مثل ما هي، بعده بيت قديم، بعده الحيط معمول من تبن، مصبوب صب تراب. وهذا بعده عمره من كم سنه؟ ساعات بتقول قديم من كم سنه؟ هذا بال 125. 125 سنه. وهي الاوضه كمان الاوضه عمره هذا الساطح كله والبيت بحدود ال 182 سنه. 182 سنة. مش أنا عم أقول يعني اللي قايلين قدامي أهلك. المرة الأخيرة إنه هيدي بلدك وبنتمنى تيجي تعمل مكان خاص بدون شيء. حسيت حالي بالبيت. وهذا هذا الشيء بيبسطك. مرحبا. كيفك اليوم؟ هيدا حسين، بدي اعرفك هون محمد جنان عنده صفيحة بعلبك، هي كثير طيبة. يعني صفيحة ببعلبك اساس.
عندكم طريقة تعمل صفيحة بعلبك روعة. هلا صفيحة من عند حسين، اللبن محل ما كنا بالجمعية والسلطة عليها. اوكي. ميرسي. عندكم صفيحة ما في منها بلبنان، مثل ما كل منطقة عندها مختصة بشيء ما حدا بيقدر يعمل هالاختراع إلا منطقة بعلبك. صحتك. مرسي على استقبالكم على نهار كتير حلو. مشوار شمسطار بيخلص هلا، نلتقي بحلقة جاية. كتير طيبين.